بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غنت الأطيار وتمايلت الأشجار وحل ليل وأعقبه نهار. أحمده حمدا يليق بخيره المدرار. بعث فينا نبيه المختار فأشرقت بنوره الأمصار وحلت الأنوار في شرق الأرض وفي مغربها وفي حاوي الخيرات والأسرار. فما قدمنا إلا محبة ونصرة لسيد الأخيار. إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذرى. خليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث كما جرى. حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقرى. حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكشف مهم في مرابعنا طرى. وأي مهم وأي قرب نحتاجه أكثر من حاجتنا له في هذه الأيام. وأي استحضار لتلك الحضرة نتوق إليه في كل لحظة. الحضور جميعا، الأستاذ حسن علوي الكاف مستشار وزير الإعلام، الأستاذ والدكتور عبد الله رمضان باجهام مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت، الأستاذ عبد الله بن حميدان مدير الثقافة، والأستاذ عبد الله حسن بن سهل مدير السياحة. الحضور جميعا، يا أهل تريم ومن وفد إلى تريم، حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة، الليلة التي استعاد فيها مهرجان النصرة والمحبة ألقه بعد ست من السنوات العجاف. عاد اليوم من الباب الكبير ومن المقام الكبير، مقام الإمام عبد الله بن علوي الحداد. البداية مع القرآن الكريم ومع الطالب هيثم الأهدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نرحب بكم في الليلة الثانية من ليالي مهرجان النصرة والمحبة، والذي نحلق فيه وإياكم مع أصوات وحناجر من مختلف المناطق الحضرمية واليمنية، ولدينا ضيوف قدموا من خارج الحدود فقط محبة ونصرة. ابتداء سنكون مع واحدة من الفرق المحلية، فرقة الوفا بن نويدرة، والتي حصلت على المركز الأول في جائزة مسابقة الربيع النبوي والذي عقدت على مستوى حارات تريم. وصلة لفرقة الوفاء وهي من التراث وبلحن مصري، حبيبنا المصطفى مع فرقة الوفاء من النويدرة. وحبا لك يا رسول، يا رحمة من عند الله لكل العالمين. حبيبنا المصطفى صلوا على نبينا، وجهه مثل قمر وسراجا منيرا. حبيبنا المصطفى صلوا على نبينا، وجهه مثل قمر وسراجا منيرا. أحسن منك لم نرى في الكون مثيلا، فضلك الله عن كل خلق أعظم تفضيلا. أكحال العينين كل الكون رآك الحانا، مشيت على هدي الأحمد وأنا أحب محمدا. حبيبنا المصطفى صلوا على نبينا، وجهه مثل قمر وسراجا منيرا. حبيبنا المصطفى صلوا على نبينا، صلوا وجهه مثل قمر وسراجا منيرا. كامل الأوصاف طه شمس في ضحاها، سالت دموع العين الله بمدح رسول الله محمد. كامل الأوصاف طه شمس في ضحاها، سالت دموع العين الله بمدح رسول الله محمد. وجهه مثل قمر وسراجا
وسراجا منيرا وسراجا منيرا وسراجا منيرا. نشكر براعم الوفاء على هذه الوصلة في حب ساكن طيبة، طيبة التي قال فيها الشاعر: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ إذا لم يجب في حيه ربنا الدعاء ففي أي حي للدعاء يجيب؟ نشكر الرعاة لهذا المهرجان، الراعي شركة البسيري للصرافة ووسيلة للاستشارات الهندسية والمعونة للحج والعمرة والسفريات. كما نذكر بأن هذا الحفل ينقل على الهواء مباشرة في قنوات محلية، وهناك رعاة وناقلون لهذا الفعالية ابتداء بقطاع تلفزيون حضرموت الرسمي وقناة الإرث النبوي وكذلك قناة الغنة المحلية وإذاعة نور الإيمان من دار المصطفى وإذاعة الماهر وموقع تاربا اليوم والإبانة للمنتج الفني وصدى حضرموت الإخبارية. الآن سوف نتواصل وإياكم في فقرات هذا الحفل والمهرجان الفنية. الآن سوف نبقى مع مجموعة النخبة الفنية ذائعة الصيت والتي صدرت مجموعة من المنشدين والفنانين ليس على مستوى حضرموت ولكن أكبر من ذلك. وصلتين من كلمات الإمام الحداد: الأولى يا محمد صلوا على المفضل، والثانية يا رسول الله يا أهل الوفا. وقتا ممتعا مع مجموعة النخبة الفنية. يا محمد صلوا على
ومن الكرب الذي
رسول الله يا الوفاء الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفاء الصفاء يا رسول الله يا الوفاء الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفاء بالمساكين العفاة الضعفاء يا رسول الله يا الوفاء الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفاء يا رسول الله يا الوفاء الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفاء بحر الصفا
الصفا الصفا يا رسول الله يا للوفا يا عظيم الخلق يا بحر الصفا استمعنا إلى فرقة النخبة الإنشادية في هذه الوصلات الإنشادية. سوف نأتي الآن إلى تكريم هذه المجموعة التي كانت معنا على مدار الليلة الأولى والليلة الثانية. الآن تكريم لفرقة ومجموعة النخبة الإنشادية من قبل مدير المهرجان، ليس فقط بل مؤسس فرقة النخبة، ليس فقط بل أيضا رئيس حي في قلوبنا الأستاذ سيد محمد أحمد الكاف. تكريم حقيقة لمجموعة النخبة الفنية. سيد محمد، معلش، عاد مهرجان النخبة بعد 6 من السنوات، كيف مشاعرك بعد هذه العودة بعد 6 من السنوات؟ الحمد لله. على كل حال أتمنى إن شاء الله أن نكون عدنا بقالب جديد وبوجوه جديدة إن شاء الله. أتمنى من الله عز وجل أن يكون الإمام الحداد مفتاح خير على هذا المهرجان إن شاء الله، وتكون ويرجع المهرجان كما أول وأفضل إن شاء الله. أتمنى أن يستمر هذا المهرجان إن شاء الله سنويا كالعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عودة كبيرة من المقام الكبير كما أسلفنا الذكر. الآن من تريم إلى الحديدة إلى تهامة، صوت عذب كماء وادي بنا، وفيه من الجمال والخضرة كوادي مور وغيرها من الحدائق الغناء في الحديدة. الآن سوف نبقى مع أستاذ المقامات
مع شخص مألوف في الفضائيات وبرامج التلفاز، وهو قائد لعدد من الفرق الإنشادية، فرقة الربيع، فرقة الهدى، ونجوم تهامة. الآن سوف نبقى مع صوت مختلف سينقلنا إلى عالم مختلف أيضا، ولست مبالغا، فالحكم لكم عقب أن نستمع وإياكم إليه. رحبوا معي بالمنشد الرائع صاحب الحنجرة الذهبية عامر عبد الله حسن جعرب. عامر عبد الله من تهامة، أمس خطفت قلوب جماهير، ماذا ستفعل به من ليلة؟ بالله عليك، المايك لك. السلام عليكم. أمس خطفت قلوب الجماهير، واليوم نرجع لكل واحد قلبه. فأجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء. فأجمل منك يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي، فأجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا خير من جاء الوجود تحية، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. بك بشر الله السماء فزينت، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا رسول الله. أزكى الصلاة وأزكى السلام على النبي خير الأنام. طغى المضلل بالغمام والآل والصحب الكرام. الله يا الله أزكى الصلاة وأزكى السلام. الله يا الله على النبي
الله يا الله ذكر حالي وهو حالي الله يا الله وصفا حالي على حالي الله يا الله ذكر حالي وهو حالي الله يا الله وصفا حالي على حالي الله يا الله واللي يحبك ذي الحاله يعيش ايامك حالي الله يا الله وازكى الصلاه وازكى السلام وازكى السلام على النبي خير في طلعته الله يا الله خير البشر مثله ولا الله يا الله ما في مثيل في البشر حاز المراتب وعدل الله يا الله ازكى الصلاه وازكى السلام الله يا الله على النبي خير الانام الله يا الله المظلل بالغمام والال والصحب الكرام الله يا الله كريم وعدل الله يا الله نبينا الهادي الامين حاز المكارم وعدل الله يا الله صلوا عليه في كل حين يكفيكم كل البلاء الله يا الله وازكى الصلاه وازكى السلام وازكى السلام على النبي خير الانام خير الانام النبي في قلبي الله نور يضوي دربي الله كم همت انا في حبي مختار رحمه ربي الله مختار رحمه ربي حب النبي في قلبي قلبي نور يضوي دربي دربي كم همت انا في حبي مختار رحمه ربي ربي مختار رحمه ربي رب العباد كرمنا بعث وسعدنا الله رب العباد كرمنا الله في مبعث وسعدنا الله رحمة بقى يرحمنا من العذاب ينجينا من العذاب ينجينا حب النبي في قلبي قلبي نور يضوي دربي دربي رب اسقنا من يدك الله شرب غنية نسعد الله ماجورة أكرمنا أنت الكريم الأوحد أنت الكريم الأوحد حب النبي في قلبي في قلبي نور يضوي دربي دربي أنتنا في حبي مختار رحمة ربي الله مختار رحمة ربي يا من سكن في طيبة الله لك في فؤادي هيبة الله يا من سكن في طيبة الله لك في فؤادي هيبة الله بالأرحم وارفق با من هو سواك حبيبة من هو سواك حبيبة في قلبي قلبي نور يضوي دربي دربي كم همت أنا في حبي مختار رحمة ربي الله مختار رحمة ربي ونا 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 ونا
الخلق ما أعظمك الله في الخلق ما أجملك الله في الخلق ما أعظمك الله في الجود ما أكرمك يا خاتم المرسلين يا خاتم المرسلين حب النبي في قلبي في قلبي نور يضوي دربي دربي كم همتنا في حبي مختار رحمة ربي مختار رحمة ربي سلمتم سلمتم بارك الله فيكم إن شاء الله الكلمات التهامية تكون مفهومة معاكم يعني واضحة يعني أي واحد يشتي ترجمة ممكن يرجع لعندي كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العارفين تسيل يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم هذا المتيم في حماك نزيل صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى من قال ذو كرم لضيف مرحبا الصلاة تغشى أحمد الرسول الأمجد الصلاة تغشى أحمد الرسول الأمجد عدم السحب رعاد هد ركنا باطل عدم السحب رعاد هد ركنا باطل الصلاة تغشى أحمد الرسول الأمجد الصلاة تغشى أحمد الرسول الأمجد ما حد قد بدا يا أحمد في جمالك ما حد قد بدا يا أحمد والعوالم تشهد برغا ومساحل والعوالم تشهد برغا ومساحل الصلاة تغشى أحمد الله الرسول الأمجد الله الصلاة تغشى أحمد الرسول الأمجد عدم السحب رعد هد ركنا باطل عدم السحب رعد ركنا باطل مولدك شان اسعد كل عام يتجدد بمولدك شان اسعد كل عام يتجدد والجميع
قد أعياد والسرور متواصل والجميع قد أعياد والسرور متواصل الصلاة تغشى أحمد أيوة الرسول الأمجد الصلاة تغشى أحمد الله الرسول الأمجد عدم السحور عد هد ركن باطل عدم السحور عد هد ركن باطل منهجك كما أرشد للأمم تتوحد منهجك كما أرشد خلى الأمم تتوحد عهدوا علينا يا أحمد حق ما نتساقل عهدوا علينا يا أحمد في الحق ما نتساقل الصلاة تغشى أحمد الرسول الأمجد الصلاة تغشى أحمد الرسول الأمجد عدم السحور عد هد ركن باطل عدم السحور عد هد ركن باطل والمهاج بنك تسعاد انقلب لك يا فجاد والمهاج بنك تسعاد الشفاعة يا أحمد جودكم متواصل الشفاعة يا أحمد جودكم متواصل الصلاة تغشى أحمد الرسول الأمجد الصلاة تغشى أحمد الرسول الأمجد عدم السحور عد هد ركن باطل عدم السحور عد هد ركن باطل السحور عاد هد ركن باطل عدم السحور عاد هد ركن باطل عدم السحور عاد هد ركن باطل شكرا جزيلا والله سعدت بهذه المشاركة معكم بارك الله فيكم حفظكم الله هل عادت قلوبكم إلى صدوركم؟ شكرا جزيلا للمنشد عامر عبد الله الذي أعاد القلوب إلى الصدور ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في الضلوع فقلت ثابا الآن سوف نبقى مع فنان تصوروا أن شمس هذا اليوم أشرقت وهو في أم القرى في مكة وغربت الشمس وهو بين ظهرانينا محبة ونصرة قدم للمشاركة في هذا المهرجان له أعمال متنوعة وكليبات مختلفة وأعمال كثيرة ومشاركات في عديد الفضائيات في اليمن وحضرموت وله تعاون مع روتانا وغيرها من الشركات الفنية في وطننا العربي الكبير الآن أدعوكم للترحيب والاستماع والاستمتاع مع الفنان حسين الحامد ترافق مجموعة النخبة الإنشادية التي ترافق كل المنشدين والفنانين في هذا المهرجان شكر لكل من أسهم في إنجاح الفعاليات الداعمين الرعاة مقام الإمام قطب الدعوة والإرشاد سيد عبد الله بن علوي الحداد وكل الجهات التي أسهمت في إنجاح فعاليات هذا المهرجان مساكم الله بالخير وسعيدين بمشاركتنا اليوم في مهرجان النصرة والمحبة وسامحونا على القصور إن في أخطاء ولا شيء لسه واصلين من المطار الآن حبيب خليل عظم الله قدره جميل جليل ذو بهاء وهيبات له الدعوة العظمى له الرتب العلى
له الملة الغراء وخير محجاتي له الملة الغراء وخير محجاتي حبيب خليل عظم الله قدره جميل جليل ذو بهاء وهيبات له الدعوة العظمى له الرتب العلا له الملة الغراء وخير محجاتي له الملة الغراء وخير محجاتي له الخلق والخلق العظيم كلاهما له الحكم والسيف المليء بسطواتي وقد قارن المحمود اسم محمد مع اسمه في الذكر فأعزز برفعاتي مع اسمه في الذكر فأعزز برفعاتي حب الله من اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة ومن يطع الهادي أطاع إلى هو ومن يعصي يعصي الإله وينقاتي ومن يعصي الإله وينقاتي ومن بايع المختار بايع ربه محبتهم مفروضة كالموادة حبيب خليل عظم الله قدره الله وهيباتي الله له الدعوة العظمى له الرتب العلا العلا له الملة الغراء وخير محجتي